السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمي في اي مكان كنتو. ازول الفلاوي، في هذا الفيديو هذا بغيت نتكلم على هذا الضجه اللي وقع الان على تصريح اللي قالو اخ نوش. انا صراحه ما بغيتش نتكلم على هذا الموضوع وما بغيتش يعني ندخل راسي في هذا الشيء، لكن استفزتني عده امور، يعني امور اللي صراحه كتخلي العقل ديال الواحد يطير يعني بكل بساطه. ف للامانه العلميه مشيت سمعت شنو قال اخ نوش، يعني بغيت نعرف عاد اخ نوش هذا اللي قال المغاربه خصهم نربيوهم اولا نعيدوا لهم التربيه ديالهم، مشيت بغيت نشوف شنو قال، واش فعلا هذا الشيء كلام. اولا انا ضد اخ نوش وضد الحزب ديالو بصفته العام، يعني الحزب ديال اخ نوش انا كنشوفه سرطان كيهدد المغرب بكل بساطه. علاش؟ لانه حزب ديال رجال الاعمال، ودوك رجال الاعمال ماشي اللي عندهم العقليه ديال اوروبا ولا ديال امريكان، رجال الاعمال اللي عندهم العقليه ديال احمد عز ديال مصر. وهذا الحزب هذا اللي باين او لا واضح انه غادي رئاسه الحكومه واستغل السذاجه وتحرميات، قالك الطماع كيقضي عليه الكذاب، استغل السذاجه وتحرميات ديال هذا الحزب ديال الاسلاميين ديال العداله والتنميه، الحزب الفاشل المنحط الرديء الكذاب المنافق اللي جالس كيبيع الوهم للمغاربه وكيضحك عليهم بالغيبيات. شوفوا المغرب كيفاش ردوه وكيفاش اصبح هذا الحزب هذا الرديء وهذا الحزب المنحط، الحزب ديال الاسلاميين ديال العداله والتنميه، اصبح قنطره المرور ديال هذه الاحزاب ديال ما يسمى برجال رجال الاعمال، وانا يفضل ان يقول انهم رجال نهب المال ماشي رجال الاعمال. ف باش ما يقولش لك هذا كيدافع على اخ نوش ولا ماشي على اخ نوش، انا ضد اخ نوش وضد الحزب ديالو بصفه عامه، وكنشوف ان هذا الحزب هذا عنده خطر على المغاربه لان عنده تجارب قديمه. الى رجعتوا شويه اللور غير هاد العشر سنين الاخرى كتشوفوا كيفاش انه كيتلعب بالقوانين وكيفاش هذا على مصلحه الشركات ديال الاعضاء ديالو اللي الان مازال في الوزاره. وكما شفتوا كنت تكلمت لكم على ديك المشكله ديال لاسيرونس ضريبه لاسيرونس، الى رجعتوا اللور ممكن تشوفوا الفيديوهات اللي تكلمت على هذا الموضوع هذا ديال واحد نيت اللي وازي الان ومن الحزب ديال اخ نوش. كذلك انا عندي واحد التجربه خاصه مع واحد العضو ديال الحزب تجمع الوطني الاحرار يعقوب منصور في الرباط، يعني محامي فاشل بما تحمل الكلمه من معنى انتهازي، ما مشيت عطيتو القضيه الوليد ما مسوقش ليا. كيفاش محامي ما عندوش الحرص على انه يخدم القضيه والمصلحه ديال الموكلين ديالو غادي يشوف المصلحه ديال الرباط والمصلحه ديال المغرب، والان كيقاوموا كيجاهدوا باش يدخلوا رئاسه الحكومه، وعايش ارقى حي في الرباط، يعني شوف عايش هو في ارقى حي في الرباط وكيطلع من واحد الدائره اللي ساكنين فيها الفقراء وساكنين فيها البؤساء. ف الامانه مشيت صنت شنو قال اخ نوش، مشيت صنت شنو قال اخ نوش. الى تمعنتوا في الكلام ديال اخ نوش ايادات راه ما كاين غير الله الوطن الملك، واللي يسحبوا بانه غادي يجي ويبدا يدير القذف ويبدا يسب في المؤسسات وداك الشيء راه ما عندوش بلاصتو في البلاد. راه اللي بغى هذيك البلاد ديالنا المغرب خاصو يحترم الشعار ديالنا الله الوطن الملك، ويحترم المؤسسات ديالنا ويحترم الديمقراطيه، ماشي بالقذف باش غادي نزيدوا للامام. وسمحوا لي ماشي فقط العدل اللي غادي خص يدير العدل ولا لا جوستيس اللي كدير خدمتها لانه واحد سب ولا هذا، حتى المغاربه خصهم يديروا خدمتهم. المغاربه اللي ناقصها التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو، ما يمكنش. قال ان المغرب في الله الوطن الملك، يعني هذا الشعار ديال المغرب ولا الشعار ديالو هو على الاقل الله الوطن الملك، يعني مع الملكيه وكذا راكم عارفين. اللي ضد هذا الشعار ما عندوش بلاصه في المغرب وخص المغاربه يربيو، ماشي قال احنا نربيو والديه ولا خص المغاربه يربيو. دابا المشكل انا علاش بالتحديد اخ نوش، علاش اخ نوش بالتحديد اللي عليه هذا الجهاد؟ يعني من قبل كنا كنشوفوا بن كيران قال تصريحات خطيره، يعني عنصريه ضد الامازيغ وتحديدا ضد سكان سوس، تصريحات خطيره عنصريه. واحد المره قال الحسيمي انا ما عرفتش فين جات كاع، مره قال سواسة زقرامه، مره قال انا ما هذيك اللغه الامازيغيه بالنسبه لي دايره بحال الشينويه،
حتى شي واحد من هادو دابا اللي خارجين كيهاجموا اخنوش ما رد عليهش. دابا حاليا فاش خرج اخنوش بهذا التصريح هذا جا واحد عياش كبير في المغرب، يعني عياش من درجة ملياردير، عياش من درجة فاعل الخير، كيجمع الفلوس ديال التبرعات وقال لك يفرقهم وكيدير الخير على الناس. خرج كيهاجم اخنوش وكيقول المخابرات المغربية انا حضرتكم، راه هذا اخنوش هذا يعني انت جاي باغي تحضر المخابرات المغربية، انت باغي تحضر المخابرات المغربية من اخنوش. يا سلام العيال كبرت، والله الا هذه اهانه، يعني كنت انا في السلطه غادي نحاكمك بهذا الاهانه اللي هنتي بها جهاز المخابرات المغربيه. علاش العمازيغ فاش كيتسبوا كيتعايروا ماشي مسؤولين؟ ما كنشوفوكمش كديروا هذه الهيلاله، ما كنسمعوش ليكم الحس، لكن فاش كيتكلم اخنوش كلشي كينوض، تقام الدنيا ولا تقعد. وهذا دابا اللي كيمشي دائما كيهز تصويرات الملك وكيز زريت المغرب وعاش الملك وغادي كيدير هاد القوالب بالعاني باش المخزن ما يحفرش موراه دوك التبرعات، كيحس الكابا بالعربيه تاع عرب. فين كان هذا؟ فين كان هذا فاش بنك يالا هاجمنا؟ نجي دابا كنهضر بان لكم غير اخنوش، صافي اخنوش هو الوحيد في المغرب اللي فاسد كما كتقولوا، ما كاينش شي واحد من غيره زعما اخنوش. انا قلتها في الاول، والخطوره راه ماشي في اخنوش، الخطوره في حزب ديال اخنوش، لان كاين واحد الكتيبه ديال انتهازيين مورا في هذاك الحزب. وكيما قلت لكم عاود لكم القصه ديال داك المحامي اللي كان عندي معاه مشكل، وكنعرف المونطاليتي ديالو، كنعرف كيفاش كيفكر هذاك، الا سد شي بلاصه غادي يخربها بالعربيه تاع عرب. ونقولوا حسيت حنا اخنوش صفار ما مزيانش ما كيسواش، ولكن علاش ما كنشوفوكمش كديروا هاد الهيلاله هادي فاش كينوض شي واحد كيعيل المغاربه بنعود عنصريه قبيحه؟ والمثال بالكيران ما كنسمعوكمش بالعكس كضحكوا. شوفوا شنو قال، والله الا كيضحك، والله الا بالكيران دار لومبيونس في البرلمان. ولكن فاش كيخرج باخنوش كلشي كيهاجم كلشي كيدير عليه. وهاد جميع التبرعات دابا اللي خرج كيعاير اخنوش، راه انت اللي الوار انت كتصاورت الملك وكتحس الكابا بالعربيه تعربت، كتحس الكابا بالعربيه تعربت، راه المخزن عارف هادشي، عارف انت ما هذاك ماشي حب، هذاك بزاف على الحب، هذاك عارف كاين مصلحة صافي سالينا، الملك عارف هادشي والمخزن عارف هادشي، مصلحة انت كدير داكشي باش تكالي على داكشي اللي كدير، معروف داكشي اللي كدير. جي دابا كتهجم على اخنوش، يعني السيد شنو قال؟ قال اللي ضد الملكية وضد المغرب حنا ضدو، اللي ضد توابيت المملكة حنا ضدو، وخصنا نربيو وخص المغاربة يربيو، قال خص المغاربة يربيو. دابا انت يعني مع هادوك اللي كاي ضد توابيت المملكة، وراه شي اللي قصد اخنوش، يعني انت بكونك صباح كبير راه خصك تكون مع اخنوش ما تكونش ضدو. ولكن علاش زعما باغي دير اخنوش كبش فيدا؟ علاش؟ باش توصل للطبقه الشعبيه المغربيه، ها باش تنيل التعاطف ديال المغاربه على ظهر اخنوش، لان بان لك اخنوش حيط قصير ولا اخنوش سوسي؟ هذه هي، هذه نقطه اخرى بغيت نتكلم عليها في هذا الفيديو. هذا ما فهمتش انا علاش حنا في المغرب السوسي خص والديه يبقى دائما اما مول الحانوت ولا مول المحلاوه، ويبقاو يستهزؤوا بسواسه كما كيقول لك الحلوه في يدي تيم عجب ولا شنو. السيد راه كما قلت لكم با ملياردير، انا كنت كنسمع با كيقول لك راه با تاخنوش ملياردير معروف سوس معروف، يعني السوسي ما عندوش حق يقول ملياردير. علاش سمعتوا علاش ما كتهضروش على هذوك مالي الاسميات ديالهم كتبدا بن ومولاي، مولاي فلان ومولاي ما نعرف شكون ومولاي وبن 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 وبن، مالي هاد السميات اللي فيهم البنا علاش ما كتهضروش عليهم؟ بان لكم غير اخنوش ولا حتى اخنوش الشلح سوسي راه، وهذا مشكله ديال سواسه. انا كنعاتبهم كنعاتبكم نتوما لانكم نتوما كترخصوا من راسكم كطيحوا من راسكم. رفع راسك، راك سوسي، راك حفيد المرابطين وحفيد الموحدين، وجدودك وصلوا لحدود المغرب ليون فرنسا، وفرتكوا الجيش ديال فرنسا والجيش اسبانيا والجيش هولندا والجيش الالمان دقه واحده. جدودك بنوا اعظم امبراطوريتين في تاريخ المغرب اللي هما المرابطين والموحدين، اللي مازال الان الاثارات ديالهم فتين من الفسوس. جاي دابا انت كتحني راسك بحال هذاك العثماني، واحد الشوهه واحد الحاله غادي بوتيني، ما
مالك صاحبي مالك فراسك صاحبي كل شويه فيك النفسه صاحبي كراك راك راك امازيغي زعما حتى الزبراسك صاحبي وانا كنشوف انا هاد اخنوش وهاد بلال سميتو هاد عثماني والله الا ما غير تعدوا على السياسه لانه ما عندهم باش يفيدوا السياسه يعني واحد انا مثلا عنده البلاير انا على يعني زعما هادشي كامل حبا في الشعب وحبا في البلاد غادي يمشي غادي يضيع وقته هذا باش يمشي يعني يعني من عاود ما يمشي يتبرع بدوك الملاير يمشي يبدي غوات ويغبر رجليه في الزنقه في الحملات الانتخابيه وداكشي يمشي يتبرع بدوك الفلوس راه غادي يموت غادي يموت راه ما الدنيا ما دايماش كذلك العثماني العثماني انا في نظري كنت تفرغ للعلم وتفرغ للابحاث العلميه خصوصا حنا عندنا نقص في الابحاث العلميه المتعلقه بالامراض النفس وعندنا بزاف ديال المرضى النفسيين يعني كنت تفرغ لهادشي غادي يكون احسن لانه ما غاديش يعطي في الحكومه وما يعطيش في السياسه وكذلك اخنوش ما غاديش يعطي اخنوش غير واحد الحيط كيدرك موراه دوك رجال ديال النائب المال العام فقط وحزب ديالو فاشل وما عندهم يقدم المغرب والحل ديال التقدم في المغرب راه قلتو 1000 مليون مره هو الحل هو العقل النقدي هو التنوير هو التنوير عندكم غير مثال باش نختم به مثال بسيط اتصل من هادي جاي من الخدمه جاي في الطوبيس جالس الطوبيس حتى كنشوف واحد قدامي كنشوف واحد الكراسه كلها كرسي يعني ومخليين لي سباس كبير فاوتوماتيك درت واحد المقارنه مع الطياره يعني الطياره كنعرفوا بان كيحاولوا شركه ديال الطيران الايرلاينز انهم يستغلوا يعني اكبر عدد ممكن المقاعد يحطون في الطياره يعني هذه معروف يعني ما كرهوش ان الطواليط يحيدوا ويحطوا فيه جوج ديال المقاعد لان هذه فلوس واللي كيمشي في الراين اير عارف هادشي فانا قلت علاش زعما طوبيسات علاش خلاو هاد لي سباس كبيره ديال المقاعد بديت كنفكر كان عاد فهمت بان هاد الناس هادو اللي خطوا لهادشي البايا كاينين بزاف ديال الناس كبار في السن فلاج وكيمشيو بديك الكروسه ديك الكروسه اللي يعني كيمشيو بها كيتعكزوا عليها واحد بحال العكاز مي هي كروسه وكتمشي كتعكز ولا عيات كتجلس عليها فهما طلعوا في الطوبيس هي المراه كتجلس وكتحط حداها هذاك الفاغن ديالها ديك الكروسه ديالها اما الا كانوا الكراسه بحال الكار راه المراه غادي تعذب غادي تطلع وخصها ما عرف كي دير ليها وطويها والزحام في الكار شوفوا الاداء هذه هي الحقيقه حنا اللي بغينا نوصل للمسؤولين ديالنا اللي يكون عندهم عقل ابداعي توزيع ديال الكراسه في الطوبيسات تغير على حساب الهرم الديموغرافي في المانيا على حساب الهرم الديموغرافي في المانيا هادو هما المسؤولين اللي بغينا يكونوا عندهم عقل ابداعي اللي كيصنعوا الحلول على حساب المشاكل الانيه المشاكل الانيه اللي عندك فانا بغيت نقرب لكم الصوره ديال المسؤول اللي خصنا حنا المسؤول اللي خصنا هو يكون عنده بحال هاد العقليه هذه يكون مبدع في ابتكار الحلول للمشاكل ديال الناس وهذا راه ما غاديش يجي هكاك من السماء ما غاديش يجي غادي يجي بسنين لان اللي عنده عقل جامد وما كيفكرش بطريقه علميه راه ما عمره غادي يقوم بشي انجاز بكل بساطه المسؤولين ديالنا همهم الاول والاخير هو الربح المادي هو حصد اكبر عدد ديال المكتسبات واكبر عدد ديال الفلوس واكبر عدد ديال الماديات من المنصب اللي هما فيه اضيف الى هذا ان هاد المسؤولين هادو خارجين من ثقافه العقليه التبعيه وحنا كنعرفوا بان العقل التبعي عقل جامد ما لقاش الحلول بل انه كيصنع المشاكل تحياتي لكم يا اخواني ولا نعاودوا فيديو جديد شكرا